السلام عليكم، مرحبا بكم دائما في قناتي مع الجديد. اليوم نقدم لكم واحد طارت كيك او لا كيك طارت بالتفاح، كتجي معسله وزوينه بالزبيب وباللوز افيلي. فاول حاجه غادي نسبق وهي لا كريم باتيسيير. يعني غنحتاج واحد 500 غرام ديال الحليب، يعني نص لتر ديال الحليب، مع 3 المعالق ديال بودرة الكريم باتيسيير بنكهة ديال الفاني. بالنسبة للحلاوة فعلى حسب يعني الذوق ديالكم. أنا دائما كنقص الحلاوة، دونك هنا درت غير 2 معالق كبار ديال سنيدة وساشي ديال فاني، وكنحرك والعافية كتكون مهيلة، وما كنساش تحريك كل مرة باش ما تشتش ليا. صافي كنخليها حتى كتعقد كيف ما شفتوا معايا. هذه هي لا تيكستور اللي بغيت، دونك اون فوا كتغلى غير شي شويه صافي كنطفي عليها. من بعد ما تتوجد لي لا كريم كنعاود نفرغها في واحد الاناء او لا شي زلافه اللي عندكم، يعني يكون واسع وفين تكون عندها الوقت فين تبرد. فكنوضع واحد معلقه ديال الزبده باش كتعطيني داك اللمعان، تتبقى عاطيه لا بريونس في لا كريم باتيسيير. كنخليها غير كدوب وكنغطيها بواحد لو فيلم اليمونتير وكنخليها تبرد على خاطره. هنا ماشي ضروري تبرد، فممكن انكم تستعملوها سخونه فوق من الخليط ديال الكيك، ولكن انا سبقتها هي الاولى دونك خليتها تبرد فماشي مشكل. ومن بعد غادي ندوزو نقطعو التفاح، اللي كناخذو واحد النوع ديال التفاح كيف ما بغيتو. فانا هذا النوع هذا ديال التفاح الاحمر كنحيدو له القلب ديالو بطبيعه الحال، وكنخليو له القشره ديالته، وكنقطعو اون لاميل يعني على شكل هلال او طولي، كيكون السمك ديالو على هذا الشكل هذا، ما كيكونش غليظ بزاف ما يكونش رقيق، فكيكون السمك متوسط. في نفس الوقت يعني كان واحد البعويده فقلت علاش لا، فكره كيجي حتى هو زوين في لي طارت. كذلك كنقطعو على شكل طولي، ومن بعد كنعصر عليه شويه الحامض باش ما يكحلش ليا التفاح. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال خليط الكيك، اللي غنحتاج فيه 3 البيضات بطبيعه الحال. ديجا وضعت قبصه ديال الملح، او غنوضع معاها 125 غرام ديال سنيده، السكر ناعم، وعندي ساشي ديال فاني او اي منكهات نتوما تتحبوا. ممكن ديروا قشره الحامض قشره الليمون، فلكم الاختيار. طبيعة الحال كيف العادة يعني تنخدمو البيض مع السكر مزيان حتى كتولي عندنا واحد لا كريم، يعني اللون ديالها تيتغير كيف ما تتشوفوا معايا. وتنضيف الزيت طبيعة الحال، وانا كنخدم لاباغي ديالي. من بعد كنضيف يوغور كيكون طبيعي بطبيعة الحال، لانه حنا ديجا منكهين الخليط ديال الكيك. من بعد كنضيف 200 غرام ديال الفورس يعني الطحين، معاه 2 ساشيات ديال الخميرة، يعني تقريبا 15 غرام ديال خميرة الحلوى او الخميرة الكيماوية. وكان نخلط العناصر مزيان. كنحصل على هاد لا تيكستور دي خص يكون عندي هكذا كتشوفوا متصول، يعني خط واحد كتعرفوا بانه لاباغي ديالكم ديال الكيك ناجحه. فمن بعد كنوضعها في واحد المول، يعني المول اختياري،
ومن احسن يكون ديال الزاج يكون شويه ثقيل. فعندكم يعني شكل ريكتانغيلير ولا شكل سيركل يعني رون، فلكم الاختيار. على اين انا وضعتها في هذا المول هذا. ودابا غادي نوضع لا كريم باتيسيير اللي قلت لكم كنخليها تبرد، اولا ممكن توضعوها وهي سخونه. انا حيت سبقتها في الاول فطبيعه الحال خدات الوقت ديالها فين بردات. صافي كنوضعها فوق الخليط بشكل عشوائي وكنحاول ما امكن نقادها غير من الفوق بشويه، ما نحاولش نخلطها مع الخليط ديال الكيك، يعني كانت تكون ايدي خفيفه وانا كنوزع لا كريم باتيسير فوق من خليط ديال الكيك. صافي من بعد كناخد قطع ديال التفاح اللي قطعت على شكل طولي كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نزين قالب ديال الكيك بهذه الطريقه هذه. فانا هنا لانه قطعت على البعويد الاجاص قطعته حتى هو، فقلت يعني ندير خليط ما بين التفاح وما بين الاجاص، صدقوني كتجي زوينه. هنا من بعد ما كملت التزيين فانا كان نزينها بالزبيب او العنب المجفف. وكنوضع يعني اللوز ايفيلي، هنا غادي نوضع واحد الكميه خضر، والكميه الاخرى ملي غادي تطيب ليا يعني غنكمل التزيين ديالها باللوز شويه حمرته في الفران. وهنا كنوضع السكر حبيبات بطبيعه الحال باش كيتعسل لينا التفاح وتيتحمر. هنايا بالنسبه للقرفه فاكولتاتيف، يعني نتوما ماشي اوبليجي ديروها، ولكن يعني جاتني فكره في راسي فدرتها صراحه عطات نكهه ديك الريحه ديال القرفه ما نقولش لكم. وكيف ما قلت لكم يعني كنوضع اللوز ايفيدي وتنوضعها في الفران طبيعه الحال دائما درجه الحراره كتكون ما بين 180 190 وتطيب على خاطرها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما طابت، يعني كتجي محمره وزوينه وصدقوني كتجي جديده. من بعد كندهن ليها الوجه ديالها بالناباج اولا بالكونفيتور ديال المشماش اللي ما عندوش ناباج. كنوضعوا واحد جوج معالق ولا ثلاثه معاهم شويه ديال الماء كيغلى صافي كنطفيو عليه وكندهنوا به الوجه ديال الكيك باش كيعطينا داك اللمعان. هذا هو الشكل النهائي ديال كيك بالتفاح، كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا كيف العاده. وغنقطع لكم واحد المورصو باش تشوفوا، كنتمنى تذوقوها معايا ولكن معليش جربوها عندكم وكنتمنى تعجبكم وبصحتكم وراحتكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله.